فإن محبة أولياء الله وبغض أعداء الله من القضايا العقلية الفطرية التي لا يختلف عليها اثنان، لأن أولياء الله أصل كل خير، وأعداء الله أصل كل شر. ويقولون أيضا أن من الضرورات الدينية هو محبة النبي والعتر عليهم السلام، هذه من الضرورات. والذي لا يحب النبي والعترة هذا ليس بمسلم، هذه باتفاق كلمة المسلمين على هذه القضية. زين، كيف يمكن أن يجتمع حب الله عز وجل وحب النبي وحب العترة مع حب أعدائه؟ هذه القضية فيها تناقض. فكيف يمكن أن يكون الإنسان هم موالي للعترة وهم موالي لأعداء العترة؟ هذا أيضا سؤال نطرحه لعلماء المسلمين، للباحثين فيهم، لأهل الفكر، لأهل النظر، أن ينظروا في هذه القضايا بحياد علمي، ينظرون إلى القضايا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق.